and gentlemen, we have reached the co-main event of the evening. The co-main event of the evening is brought to you by Ford. Go further. It's actually for three-minute rounds in a super lightweight contest. Bringing on first your man in charge of the action, the referee by the bell, referee Ahmad Al-Kashawi. Ladies and gentlemen, this is the co-main event of the evening. The co-main event of the evening is sponsored by Ford. Go further. It's sanctioned for three-minute rounds in a super lightweight contest between Sagyndykov Kazbek and Spyro Besiri. Ladies and gentlemen, bringing up first, fighting out of the red corner. He comes in a height of 178 centimeters with an official weight of 63 and a half kgs. He has a pro record of 6 wins and only a single loss. Hailing from Kazakhstan, it's Sagyndykov Shintak Kazbek. مشاهدينا الكرام، نزال الكومين ايفنت وما قبل الحدث الرئيسي، نزال على فئة السوبر لايت ويت بين المقاتل الكازاخستاني كازبيك، العمر 25 سنة، الطول 1.28 متر، الوزن 63.55 جرام. طبعا المقاتل الكازاخستاني كازبيك يمثل فريق سكوربيان شوتوغان، هذا المقاتل المميز الخلوق صاحب الابتسامة، عندما يعني دائما يستقبلك بابتسامة وعساها دوم هذه الابتسامة. مقاتل في رصيده 7 نزالات، 6 انتصارات وخسارة واحدة. نعم كازبيك طبعا ضربات انهى معظم نزالاته بالضربة الفنية القاضية، 5 نزالات انتهت عن طريق الضربة الفنية القاضية. لا شارك في العديد من البطولات العالمية، حيث حاصل على درع ولقب كاب اوف ذا امبيسين ان تايلاند في عام 2017، وايضا في بوكيت ارينا حاصل على لقب الليلة او الامسية، وله مشاركات في منظمة دبليو بي سي، لكن معظم مشاركاته الأخيرة اللي كانت في عام 2016 توجد في خسارة. Bring out his opponent to the ring, fighting out of the blue corner. He comes in at a height of 177 centimeters with an official weight of 63 and a half kgs. He has a pro record of 11 wins and 3 losses. Hailing from Greece, it's Spyro Besiri. الزاوية الزرقاء، سبيرو تيري، هذا المقاتل اليوناني صاحب العمر 19 سنة، 1.77 متر، مقاتل في رصيده 14 نزالا، 11 انتصارا و3 خسارات، الوزن 63.5 كيلوغرام. يمثل فريق كيندوم الذي كان قبل قليل زميله اسماعيل كادي في مواجهة التي شاهدناها، وايضا على يمينه المدرب برادلي. نتمنى له التوفيق. المقاتل اليوناني، هذا المقاتل الذي يتمتع باسلوب ورايت البو او كوع يميني خطير، حاصل على له مشاركات عديدة، منها الأوست بانكوك وفي عام 2019، وله مشاركات على مستوى ماكس مويتاي في عام 2020 و2019، وانتهوا بالضربة الفنية القاضية.
وايضا له مشاركه في مويتاي اكستريمي بانكوك، لكن خلصت او انتهت بخساره عن طريق انفصال او بانقسام قرار الحكام. تقريبا كلا اللاعبين يتمتعون بنفس الاسلوب، يتمتعون بضربات اكواع خطيره، لكن نشاهد هذه المواجهه اليونانيه الكازاخستانيه، مواجهه بين فريق من ابو ظبي وفريق من دبي. إذن لحظات مشاهدينا الكرام، وسنشاهد طقس الواي كرو. إذن مشاهدينا الكرام لحظات ويبدأ النزال، يدير هذا النزال الحكم الإماراتي أحمد الخشوعي، ونشوف فريق كندوم اليوم يتواجدون بلاعبين ممتازين في بطاقة النزالات الرئيسية، وشتوكان سكوربيان جيم شاهدنا له أربع مقاتلين، أو هذا المقاتل الرابع لهذا الفريق، نشاهده في الزاوية الحمراء. لحظات ويبدأ النزال، هذا النزال سيكون حماسي نوعا ما، وجرس الجولة يعلن بدايتها. يوجه لكمات وهنا ضربات على مستوى، يحاول يسكر ويستخدم البلوك بشكل ممتاز، يحاول يستخدم تقنية الكلينش بشكل جيد كلا اللاعبين، وهنا اشتباك والتحام قريب و ضربات غير مؤثرة عن طريق الركبة، تيب على مستوى الفخذ. أوه، يمينية حلوة من كازبيك في الركن الأحمر، ركلة على مستوى الجسد، هنا يسارية على مستوى الجسد أيضا. أوه، ضربة على مستوى الجسد من المقاتل كازبيك، وهنا اشتباك والتحام ومحاولة للاستفادة من أسلوب الكلينش. يجب على كل اللاعبين خاصة سبايرو التركيز بشكل أفضل. هنا جاب يمينية على مستوى الجسد، وأيضا تيب على مستوى الفخذ. ما زال كازبيك يستمتع بلكمات ممتازة، يحاول أن يصغر المسافة، سبايرو يوجه ضربات بالإلبو، هنا اشتباك والتحام وضربات بالإلبو، ويحاول كل اللاعبين الاستفادة من هذا الأسلوب ومن هذا الاشتباك. تقنية كلينش يعني يستخدموها بشكل جيد في هذه الليلة، لكن أتوقع يستفيد من اللكمات المقاتل كازبيك، حتى تثبت الركلة على مستوى الفخذ. حلو الركلة على مستوى اللكمة على مستوى الضلع من المقاتل كازبيك. كازبيك يحاول أنه نتوقع من مثل هذه الضغط ممكن يستنفد طاقته المقاتل كازبيك. سبيرو هادئ لكن يجب عليه أن يستفيد أيضا، يوجه هجمات بشكل أفضل. ركلات على مستوى الفخذ الداخلي حلوة، يسكر فيها المسافة بضربة ركبة على مستوى الجسد، وهنا التحام واشتباك ومحاولة من سبيرو أن يستفيد. أوه، ركلة على مستوى الجسد. نعم. أوه،
حلوة البونج إلبو من المقاتل سبيرو، كانت كادت أن تؤثر على المقاتل بشكل يعني ممكن نخيل فيها نتيجة النزال. نعم سبيرو وكازبيك حتى الآن نزال هادئ تكنيكال تقني، تنتهي الجولة الأولى. نعم ممتاز نزال حتى الآن تقني مهاري، نشاهد مهارات من كلا اللاعبين، تقنية الكلينش وتقنية الإلبو، كلا اللاعبين يتمتعون بالإلبو الممتاز يعني إلبو وهجوم إلبو ممتاز. جولة شوي صعبة على الحكام ستكون، نشوف هنا أمامنا على الشاشة بعض مقتطفات الإعادة لهذا النزال. حلوة الركبة من اللاعب كازبيك على مستوى الجسد. إذن لحظات مشاهدينا الكرام وستبدأ الجولة الثانية من هذا النزال. أتوقع يجب على كل اللاعبين الآن يستخدم استراتيجية أخرى أو يدخل في جو النزال بشكل أفضل. وجرس الجولة يعلنها. سويتش كيك على مستوى الجسد وتحركات من لكمات ومستوى لكمات ممتازة من المقاتل، مجموعة لكمات جيدة من مقاتل كزبي عن اشتباك والتحام. ركلة على مستوى الجسد ممتاز، يحاول يسكر المسافات كازبيك باللكمات ممتازة جدا. اللكمات اللي يتمتع فيها مؤثرة جدا وتشكل خطورة على المقاتل سبيرو. سبيرو يحاول يوجه لك الركلات ويحاول يستفيد من المسافة الطويلة ومحاول يستفيد من التيب والركلات بهذا الشكل، الركلات الجانبية ممتاز جدا. يعني خلينا نقول كل واحد يستخدم استراتيجيته بالشكل الصحيح، لكن الآن الأقوى هو الذي سوف يبقى والأقوى هو الذي سوف يفوز في هذا النزال. حلو الدخول إغلاق المسافة بضربة ركبة يمينية كانت عن طريق مايونغ، اشتباك والتحام ومحاولة من كلا اللاعبين. حلو حلو جميل هذا الاسقاط كان، ينوه الحكم احمد الخشوعي ووجه تنبيه للاعب سبيرو بالاستماع. لكمات كازبيك صراحة ممتازة جدا. يوجه الضربات البادي شوت بشكل ممتاز المقاتل كازبيك هنا، إلبو يساري يميني عفوا مشاهدينا الكرام، لكن التغطية الدفاعية كانت ممتازة من المقاتل سبيرو ومحاولة هنا. يا سلام يا سلام، نشوف جملة هجومية واحدة بواحدة، تغطية دفاعية موجودة. حلوة الفيك السويتش اللي اتخذها الآن سبيرو، لكن يطلع من الزاوية لا يشكل، يعني أشوف كازبيك يسكر المسافة، كازبيك يحاول يضغط للأمان، سبيرو ما زال يبحث عن تحركات بشكل جيد. هنا اشتباك والتحام ممتاز. تحركات جيدة هنا، ركلة على مستوى الجسد ولكمات من اللاعب الركن الأحمر على مستوى الرأس تشكل خطورة وممكن أنه يقنع فيها القضاء بتأثيرها القوي. لكن سبيرو كمان نكون صريحين، ركلاته مؤثرة وتروح بعنوان صحيح، يستمع للتنبيهات وتوجيهات الكورنر أو المدربين المتواجدين على الزاوية. اللاعب سبيرو شوفوا متابع معهم أول بأول، وهذا شيء جيد أنه اللاعب يستمع لمدربينه أثناء مجرى النزال. حلو جولة ثانية جميلة فنية مهارية وأداء جيد من كلا اللاعبين، يعطيكوا العافية.
إذا نشوف بعض مقتطفات الإعادة مشاهدينا الكرام. نشوف نزال حماسي ونزال جميل. نشوف توجيهات برادلي للمقاتل سبيرو. ونشوف توجيهات دياز في الركن الأحمر. أنا شفت توجيهات دياز في الركن الأحمر يطلب أنه يفتح جب ثم يدخل بأبر إلبو. توجيهات برادلي أتوقع يريد أنه من المقاتل سبيرو يضغط عليه بالركلات خاصة اليسارية. لا أدري إذا كان يعني هذا اللي انتبهت له إذا كان صحيح أو ما فهمته صحيح. لكن دعونا نرى الاستراتيجية في هذه الجولة الثالثة والخطة الهجومية والخطة التي سوف يتبعها كلا اللاعبين في هذه الجولة. إذن يعلن جرس الجولة الثالثة. ركلة يسارية نعم على مستوى الجسد. يريد يدخل بإلبو المقاتل كازبك. نعم هنا لكمات جابي كروس. حلو الهوك يساري مع ضربة يمينية ممتاز جدا. وهنا تغطية دفاعية جيدة من المقاتل كازبك ويحاول يوجه ويضغط بالركلات وباللكمات. حلوة اليسارية على ما يبدو. هذا التوجيه اللي كان او الاستراتيجية التي كان يريدها برادلي هي ركلات على مستوى الجسد وهي فعلا مؤثرة. وكما نوهنا بالجولة الأولى قد تفيد اللاعب سبايرو بشكل ممتاز جدا. وإغلاق المسافات بهذا الشكل للمقاتل كازبك ممتاز. حلو البونج إلبو من المقاتل كازبك. تحركات جيدة ركلة يسارية على مستوى الجسد. بونج إلبو كانت لكن هناك تغطية دفاعية وخروج بشكل ممتاز. كاتلبو يحاول كل واحد يمشي على الخطة اللي يعطيها ولا أعطيها المدرب. الملاحظات انتبهت لها من كلا اللاعبين لكلا اللاعبين من مدربيهم وصراحة يبدو أنهم يستمعون وهذا شيء ممتاز جدا. نعم اشتباك والتحام. يدور على التوقيت المناسب سبيرو يبحث كأنه عن ضربة. هنا يعمل التمويه او الركله اليمينيه مع لكمه يمينيه بنفس الوقت من الهجمات المؤثره. ضربه الركبه اللي يتمتع فيها كازبك ممتازه جدا لكن ينقصها القوه وينقصها التوقيت المناسب. اشتباك والتحام والاستفاده من تقنيه الكلينش. أقل من دقيقة لنهاية هذه الجولة وهذا النزال مشاهدينا الكرام. ونشاهد مهارات عالية من كلا اللاعبين ويستخدمون مهارات المويتاي وتقنيات المويتاي بشكل ممتاز. استأنف النزال في وسط الحلبة. حلو الجاب من ثم كات إلبو لكن التغطية الدفاعية كانت موجودة من المقاتل سبيرو. يحاول يوجه لكمات ويضغط كازبك في هذه الثواني الأخيرة. نعم كل لاعب يريد أن يقنع القضاء أنا الذي سوف يكسب النزال وكل منهما يحاول يشكل ضغط ويشكل خطورة في هذه الثواني الأخيرة. كازبك واحد واثنين وثلاث عن طريق الإلبو. إذن تنتهي الجولة الثالثة والأخيرة من هذا النزال نزال الكومين إيفنت بين المقاتل سبيرو من كيندوم والمقاتل كازبك من شوتوغان. إذن مشاهدينا الكرام من أقنع القضاء ومن سيكون الفائز في هذا النزال ومن سيكون صاحب درع هذا النزال دعونا نشاهد ونرى مشاهدينا الكرام. في كل رحلة هناك ما يمتعنا وما يسعدنا وفي هذه الرحلة الكثير الكثير ما أمتعنا وما أسعدنا. هذا التنظيم الأكثر من رائع وهذه الجهود المباركة وهذا الحضور الجميل المبارك أيضا وهذا المستوى والأداء الأكثر من رائع الذي شاهدناه
من المتنافسين المتواجدين في هذه الأمسية شيء نفرح له، شيء يسعدنا، شيء يفرحنا. يعطيكم ألف ألف عافية كل حدا اشتغل على هذا الحدث وكل حدا اجتهد لهذا الحدث، نقول لهم بارك الله بجهودكم. إذن لحظات وتعلن النتيجة الرسمية بلسان Ladies and gentlemen, after completing three-minute rounds in a super lightweight contest, all three judges have ruled in favor of your winner by unanimous decision, Spyro Besiri. إذن Spyro الفائز بهذا النزال من فريق كيندوم. My apologies, ladies and gentlemen. My apologies. لا على ما يبدو هناك خطأ. After completing three-minute rounds, all three favor have ruled in favor of your winner by unanimous decision to Sagyndykov Kazbek. نعم كازبك يفوز في هذا النزال مشاهدينا الكرام في الركن الأحمر. مبارك للبطل، مبارك لهذا البطل. كانت هناك نتيجة بشكل خاطئ على ما يبدو، لكن كما شاهدنا أن النتيجة ذهبت بعد قليل وصححها الذي يعلن عن النتيجة لصالح المقاتل الكازبك. مبارك لكازبك وهدلك للمقاتل سبير. إذن الأستاذ طارق المهيري سيقوم بتسليم درع الفوز ودرع البطولة للفائز في هذا النزال البطل كازبك. مبارك ومبارك لفريق شوتوغان. وشاهدنا أربع مقاتلين من كازاخستان اليوم، تواجد جيد، كازاخستان، أوزباكستان، الفلبين، يوكي، الإمارات، العراق، سوريا، مصر. شاهدنا جنسيات عديدة، المغرب، وشاهدنا أيضا من قبرص ومن اليونان والعديد من الدول يعني التي لا أذكرها، ومن الهند أيضا. تقريبا أكثر من 20 جنسية متواجدة في هذه البطولة، شيء نفتخر فيه. ويعطيكم ألف ألف عافية. Mr. Kazbek, let me start off by saying my apologies on the decision that was completely on me. However, said and done, you did take home today a unanimous decision. How do you feel? What would you like to tell your friends, family, and fans at home? Хорошо сложился бой. Еще два раунда я бы его уронил бы. Ассаламу алейкум, казах еле. Эту победу посвящаю всем, кто тренируется в нашем клубе. Пацаны, мы это сделали. Казахстан алга. Хочу подраться за пояс с Балкавом здесь. Балкав файтинг. Балкав камкам. His teammate will now be translating that into Arabic, I believe. He want to fight with Balkao to title. Yeah, he want to fight with him. Yeah. So. Ladies and gentlemen, Mr. Sagyndykov Kazbek.